كان انه الكره ديالهم تكون على الاقل سليمه وتمريراتهم تكون سليمه مع بدايه الدور الاحترافي. كره لجديد داخل منطقه الجزاء فرصه مميزه جول. هدف اول في الدقيقه الخامسه، هدف اول من الوافد الجديد من حاضره المحيط القادم من مدينه السفي، يضع اولى اللمسات اللاعب التحبير الذي كانت التمريره الجانبيه. شوف سوء التغطيه، سوء التغطيه الدفاعيه هنا بالذات من يوسف رباح، الامضاء من جانب البحراوي اللي كان امام هديه، هذه هديه لا ترد، هذه هديه لا ترد، تمريره جانبيه من جانب العروي يمشي لها البحراوي يوضع الكره في الشباك معلنا عن اولى الاهداف في مباراه اليوم. والهدف الذي ياتي في اللحظات الاولى غالبا ما يحرك المباراه. ملعوبة من جانب عناصر فريق الوداد الرياضي، اسماعيل حداد يرفع كورتو داخل منطقة الجزاء، تغطية مميزة، هدف للوداد الرياضي، هدف التعادل لصالح فريق الوداد. يأتي في هذه اللحظات من جانب عطوشي يضع الكرة في الشباك معلنا على ثاني الأهداف في مباراة اليوم وهدف التعادل قبل مبادرة المباراة صوب مستودع الملابس. مباراة واحد الواحد لحد الساعة، مباراة بهدفين في الجولة الأولى. الوداد يعود، الوداد يعود، كان واضح من خلال الضغط انه قريب من وضع الكره في الشباك. نعم هكذا تسير مباراه اليوم، هكذا يقف او تقف هذه الجماهير لتتابع لقطه الهدف من جانب عطوشي داخل منطقه الجزاء. لمس الكره وضع الكره في المرمى معلنا عن هدف التعادل. واحد الواحد الان، الوداد يعود، الوداد يتناكل اقتناص هدف قبل التوجه الى مستودع الملابس. كره ملعوبه في خط الوسط الان، رجع اللاعبي فريق الفتح الرياضي الرباطي. التمريره كانت خاطئه تماما امام لامين دياكيتي اللي كيتمكن كورتو مرور امام ثلاثه ديال اللاعبين داخل منطقه الجزاء. صويبا فرصه وهدف، هدف كيجي بطريقه مباغته وتمريره جانبيه لامين دياكيتي صاحب الصناعه في الهدف، وكان خطا على مستوى التغطيه، خطا على مستوى التغطيه هشام العروي، بالفعل هشام العروي وشادو طريقه والدخول كان جيد. هشام العروي كيحيي الجماهير ديال فريق الفتح الرياضي الرباطي. كانت تمريره جانبيه داخل منطقه الجزاء، بعض مناصري فريق الفتح اللي تنقلوا من مدينه الرباط صوب مدينه الدار البيضاء. شادو لامين دياكيتي اللي استغل الكره وقبلها كان الخطا، لامين دياكيتي قام التمرير وهشام العروي كيتمكن من اتمام الكره في غياب تسلل. نشاهدوا هنا الخطا على مستوى التغطيه، لانه في الدار ديال جمال ايت الدار كيمشي لامين دياكيتي كيستافد من الكره، كيقوم باختراق ثم تمريره بالمقاس، كيعطي هديه اخرى للاعب هشام العروي. هذا المره هشام العروي كان صانع الهدف في الكره. كره ماليه لامين دياكيتي يمشي بكورتو، محاوله ممتازه، تصويب، جول 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 جول، هدف خيف الروعه، هدف لن ينسى بشكل سريع. دياكيتي لامين يضع الكره في الشباك معلنا عن الهدف الثالث، ولكن باي طريقه وباي اسلوب مباغت هذا الهدف. صاروخ قادم من الرباط بشكل سريع يضع الكره في الشباك. نعم الهدف الثالث، قلت اليوم الوداد على مستوى التغطيه الدفاعيه اوت، ولكن مهاجمو فريق الفتح الرياضي الرباطي والتعامل الجيد مع المباراه كان بكل تاكيد يعني انسيابيا وسهلا. ونتابع هنا التصويبه هيئ نفسه في غياب المتابعه، فين الدفاع اربعه لاعبين، اوب شي كره بهذه الطريقه وبهذا الاسلوب، اليساريه الساحره التي تضع كره في الشباك معلنه عن الهدف الثالث. ثلاث اهداف مقابل هدف واحد، اليوم الفتح الرياضي الرباطي يقدم حضوره القوي والمميز في المباراه. تصويبه رائعه، وشوف فرحه وليد الركراكي، فرحه وليد الركراكي كيف انه كان سعيدا بهذا الهدف وبهذه الطريقه.